ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب فيديو النهارده بناء على طلبكم هعمل لكم مقارنه بين سام بلوك باي بالانس، وهنتكلم عن كل حاجه عنه بالتفصيل وعن المكونات زي ما انتوا طلبتوا، وكمان هجربه معاكم على بشرتي، وكمان هتكلم عن سام بلوك فارما سيرز دراي اويل من عندهم، برضو هنتكلم عن كل حاجة عنه بالتفصيل، كمان هجربه معاكم على بشرتي، وكمان هقول لكم رأيي فيه، خصوصا ان انا لما جربته قبل كده جربته في الشتاء، وقلت لكم ان انا هجربه فترة كويسة في الصيف، واطلع اتكلم عن كل حاجة عنه بالتفصيل. وزي ما انتوا شايفين انا مخلصة كمية حلوة ازاي منه، مخلصة كمية كبيرة، عشان كده حبيت اعمل الريفيو بعد ما اكون جربته فترة طويلة عشان اعرف احكم عليه كويس. واول نوع هنتكلم عليه هو سان بلوك باي بالانس، وده بيكون شكله، واتكلمت عنه كتير وكنت عاملة عنه ريفيو، وهتلاقوا في الريفيو تعليقات البنات اللي جربته. والنوع الموجود عندي اسمه اكني سان، او النوع اللي مخصوص للبشرة الدهنية والمختلطة المعرضة للحبوب، وده سعره 260 وبينزل عليه قطعة وتانية فري، فهيعتبر سعر القطعة 130، فيعتبر سعره كويس جدا. مكتوب عليه اكني سان ماتي فاينينج فيس اكوا فينيش فور اويلي اكني براون سكين، وكمان مكتوب عليه دراي تاتش الترا لايت سيف ويز اي، يحمي من اليو في اي واليو في بي وكمان من البلو لايت، ودي الحاجات اللي مكتوب عليه. تمام كده، يا رب تكون الصورة واضحة. بالنسبة للمكونات زي ما انتوا طلبتوا هحط لكم صورة للمكونات. اول مكون معانا المية، تاني مكون معانا الجليسرين على طول، خامس مكون معانا لو اخدتوا بالكم اسيل الهكسيل السلسليت، وده مشتق من حمض السلسليك اسيد، وبعدها هنلاقي معانا تيتانيوم دوكسايد، وجاي بصيغة النانو، وده فلتر واقي من اشعة الشمس ومن الفلاتر كويسة جدا. ولما بيجي بصيغة النانو معنى ذلك انه لو تعرضت للمية او للعرق او لاي حاجة هو بيكون خلاص اشتغل على البشرة. وبعدها على طول معانا كمان فلتر تاني واقي من اشعة الشمس، هنزل لكم اسمه لان اسمه بصراحة طويل جدا. بعدها على طول هنلاقي النياسينامايد، والنياسينامايد مفيد جدا للبشرة الدهنية والمختلطة، وبيوازن افراز الدهون. وبعدها على طول في عندنا كحول مرطب. باقي المكونات معانا مستخلص فاكهة الحمضيات، مستخلص فاكهة الليمون الحامض، ولو اخدتوا بالكم هو فكرته ان فعلا بيشتغل على البشرة الدهنية المختلطة اللي بتعاني من الحبوب. جايبين برضو مستخلصات للاحماض، وكمان جايبين نياسينامايد وحمض السلسليك اسيد، وكمان معانا في الاخر حمض اللاكتليك وحمض الستر كده. ودي كانت المكونات بتاعته، هو كمان ما فيهوش عطر ولا اي حاجه، هو المنتج نفسه ما فيهوش ريحه. اوريكم شكله وقوامه وهنجربه مع بعض. انا عن نفسي مش حاطه على بشرتي غير تنت، وهجربه معاكم على نص وشي عشان هجرب معاكم النص التاني من فارما سيرز. كمية مفروض انها تكفي وشي كله، بس انا هستخدمها بس على نص وشي عشان النص التاني هجرب عليه فارما سيرز، وكمان عشان اوريكم قد ايه هو امتصاصه حلو جدا، امتص حلو جدا، وبستخدمه كمان تحت العين. انا بس حاطة على بشرتي تنت. زي ما انتوا شايفين بعد ما وزعته البشره بتمتصه حلو جدا، مش بيسيب اي ملمس يضايق البشره الدهنيه او المختلطه العاديه، حتى لو الجافه عايزه تستخدمه عادي مفيش اي مشكله، عشان في بنات بتسالني. بالعكس خفيف على البشره ومش بيسيب ملمس دهني ولا زيتي. زي ما انتوا شايفين زعنا كميه كبيره منه، وفي نفس الوقت امتصاصه حلو جدا، بيعمل طبقه بيضه في البدايه زي ما انتوا شفتوا وانا بوزعه، بس بعد شويه بتروح. ممكن لو حد بشرته اغمق مني الموضوع يضايقه شويه، بس هي بتروح. ممكن لو حابين مثلا لو حاسين انه عامل طبقه بيضه شويه مضايقاكم، ممكن شويه لوز باودر درجتها على اصفر او على بيج تكنسل شويه اللون الابيض اللي هو بيعمله. انا عن نفسي معايا حلو جدا، وعايزه اقول لكم ان دي العبوه الثانيه منه، لان انا مخلصه عبوه قبل كده، الحمايه بتاعته كلمتكم عليها قبل كده، الحمايه بتاعته حلوه جدا، ما عملليش مشاكل ولا اي حاجه، حتى البنات اللي جربوه بعتولي بيشكروا لي جدا فيه، مش بيعرق معاهم ولا بيدهنن ولا بيزيت ولا اي حاجه. وكمان هستنى منكم اي حد جربه ويكتب لنا رايه تحت في التعليقات عشان تشجعوا غيركم انه يجربه، حتى لو في تعليق سلبي عليه او حد حس بمشاكل معاه برضو يكتب لنا تحت في التعليقات، كلنا بنستفاد، يمكن حد زيك برضو ما يناسبهوش، فاكتبوا لي رايكم في التعليقات سواء بالايجاب من ناحيته او بالسلب. المنتج اللي هتكلم عليه بعد كده او اللي هنعمل معاه مقارنه وهو من شركه فارما سيرز، وده دراي اويل، واللي متابعني عارف ان انا جربته في الشتاء
وكمان مجربتوش فترة كويسة، جربته فترة صغيرة جدا. بس انا حاليا زي ما انتم شايفين مخلصة لحد هنا، هقول لكم برضو المكونات بتاعته عشان ما اتكلمتش برضو عليها في الفيديو. فكرته انه دراي اويل، زيت جاف، والمفروض انه بيستخدم على بشرة جافة او على بشرة رطبة. لو طالعة من المية او في مصيف وبشرتك نفسها عليها مية، مش محتاجة انك تنشفيها وتستني انها تنشف كويس عشان تحطي الصن بلوك، لا ممكن تستخدميه عادي على بشرة رطبة. بالنسبة بقى للمكونات بتاعته، عايزة اقول على حاجة، هو الصن بلوك ده الشركة بتقول ان هو مناسب للجسم وللشعر، ولما انا سألتهم على الصفحة بتاعتهم ينفع استخدمه للوش او للبشرة، قالوا لي عادي ينفع بس يفضل بلاش لو حد بشرته دهنية، فانا عشان كده استخدمته على بشرتي. بس لو انتي مش متقبلة الفكرة، عشان هو للجسم وللشعر، لو مش متقبلة الفكرة عادي بلاش براحتك. بس انا بقول لكم اللي حصل معايا، الشركة قالت لي عادي ممكن تستخدميه، وكمان هنزل لكم المكونات بتاعته. هما كاتبين عليه انه زيت جاف مع فلتر واقي لأشعة الشمس 50+، وكاتبين عليه يوصف استخدامه للبشرة الحساسة والرقيقة والطبيعية التي تتطلب حماية عالية جدا ضد الأشعة الفوق بنفسجية الـ A والـ B، من أجل تقليل خطر حروق الشمس أو تلون الجلد عند التعرض لأشعة الشمس. هنزل لكم صورة المكونات بتاعته. نعرف المكونات واحدة واحدة عشان نعرف هو بيشتغل عن طريق إيه. اول مكون معانا لو اخدتوا بالكم ماده اسمها ايزوبروبيل بالميتين. الماده دي مستحلب غير زيتي، بتستخدم في الكريمات وهي عديمه اللون والرائحه، تشبه الشمع. ودي اول مكون معانا. وتاني مكون معانا هنزل لكم صورته، هو اسمه سيكلو بنتا سيلوكسان. هو بصوا الاسم طويل جدا، بس هي باختصار مشتق من مشتقات السيليكون. قلنا اللي معانا بعد كده برضو هنزل لكم صورته. ولو اخدتوا بالكم انا في المنتج ده بكلمكم عن كل المكونات، مفيش مكون واحد بس عديته، حتى لو كانت مادة بتساعد مثلا في خلط المكونات او اي حاجة، كل حاجة اتكلمت عليها عشان لو حد عايز ياخد خطوة ان يستخدمه على البشره يعرف هو بيحط ايه. المكون اللي معانا بعد كده هنزل لكم اسمه بالظبط لانه اسمه طويل جدا، وده خلاص الفلتر الواقي لاشعه الشمس. المكون اللي معانا بعد كده هنزل لكم اسمه بالظبط عشان ده يعتبر برضو واقي من اشعه الشمس، اسمه اوكتو كورلين، يا رب اكون بس بنطقه صح، وده برضو من واقيات اشعه الشمس. بحسه شويه شبيه بتيتانيوم دوكسايد، وهو على فكره بيكون زيتي شويه. هون اللي معانا بعد كده برضو هحط لكم اسمه، اسمه ايسيل هيكسيل تريازون، يا رب بس اكون بنطقه صح، ده برضو بيستخدم في واقيات الشمس لامتصاص الاشعه الفوق بنفسجيه. والمكون اللي معانا بعد كده هحط لكم اسمه بالظبط، وده شكل من اشكال فيتامين اي. واخر حاجه معانا البرفيوم، هو ريحته خفيفه جدا، ريحته شويه شبه ريحه البودر بتاعه الاطفال، ريحه كده بودري خفيفه جدا. تستخدميه انك ترشي على ايدك عشان يكون الموضوع محكم اكتر، او انك ترشي على البشره على طول، وهجربه على البشره على طول معاكم. ابدا بعدها اوزعه على البشره بايدي عشان يتوزع كويس. وزي ما انتم شايفين ده شكله في البدايه بيسيب لمعه زي ما انتم شايفين. اول حاجه في الصيف مش هينفع خالص مع اي حد بشرته دهنيه عشان نكون متفقين. دلوقتي هكلمكم عن كل حاجه عنده بالتفصيل، امتصاصه واحساسه على البشره، وانتوا ليكم حريه الاختيار اذا كنتوا تشتروه ولا لا. بالنسبه ليا كبشره مختلطه في الشتاء كان امتصاصه حلو، حتى لو ساب ملمس زيتي بسيط ما كنتش بحس بيه عشان كان بيديني ترطيب، وانا كنت محتاجه الترطيب ده في الشتاء. بشرتي بتميل شويه للجفاف، لكن بقى بالنسبه للصيف كبشره مختلطة لما بترش من العبوة نفسها بتحس ان المنتج اخف شوية. لكن فكرة انك تاخديه على ايدك وبعدها توزعيه على البشرة، حسيت ان الموضوع ده في الصيف ما كانش احسن حاجة، بحس انه بيركز المنتج زيادة عن اللزوم. فالصيف ممكن ترشوه بدل ما تاخدوه على ايديكم، لا رشوه احسن من العبوة على طول على البشرة، بحس انه بيكون اخف شوية والبشرة بتمتصه اسرع. حاجة لازم نكون متفقين عليها، هو الزيت حتى لو كان زيت جاف مش مية، عشان في ناس افتكرت انه مية وبيمتص بسرعة وخفيف وحاجة مية كده، هو زيت زيت بس جاف، مش بيسيب ملمس دهني ولا زيتي زي اللي بيعمله الزيت العادي. دي كل بس الفكرة، وبيكون امتصاصه احسن من الزيت العادي. بس مش معنى ان هو زيت جاف ان هو مية،
فهترشوه على الميك اب، مش هيسيح الميك اب، هترشيه وتستعمليه من غير ما يسيب اي ملمس دهني او زيتي. لا مفيش الكلام ده، عشان نكون بس متفقين، عشان البنات ما تفهمش الموضوع بس غلط. لما برشه على البشرة بيحتاج مش اقل من 10 دقايق عشان البشرة تمتصه، وشوية الملمس الزيتي يبدأ انه يختفي. وقلت لكم قبل كده لما رشيته على طول واستخدمت عليه فاونديشن بهدل الدنيا، لا خلى الفاونديشن البشرة تمتصه او ينشف، ولا هو بقى ثابت على البشرة او البشرة امتصته، الاتنين سايحين كده مع بعض بشكل غريب. نقطة لازم تخلوا بالكم منها، بس معايا انا كبشرة مختلطة لما بوزعه بياخد وقت شوية في التوزيع، واسيب البشرة تهدى وتمتص كويس جدا ويعدي 10 دقايق، وقتها فعلا بيسيب. لما احط ايدي على بشرتي بحس بملمس زيتي خفيف جدا. لو وقتها مضايقني ممكن وقتها اجيب منديل، ممكن كمان ما تحتاجيش بودر لو انتي بشرة مختلطة، ممكن وقتها اجيب منديل بس وابتدي امسح الزيادة بس، وقتها خلاص بيروح من على البشرة وبيبقى خفيف. شايفين لما اخدت وقت حتى شكله في البداية اختلف عن شكله بعد ما بيعدي وقت. هو كل مشكلته مش محتاج انك تحطي منتج على طول بعد. منصحش بيه البشرة الدهنية لو هي بتتضايق من فكرة الزيت او اي حاجة تدي لمعة زيتية. بشرتك مختلطة زي وما عندكيش مشكلة انك تتعاملي مع الحاجات اللي انا قلت عليها، هيكون حلو جدا معاكي. البشرة الجافة هتحبه جدا لان هيديها ترطيب. اللي بيميزه بقى ان سعره كويس، كميته كبيرة. في المصيف عايزه اقول لكم في المصيف ممتاز، يعني انا عن نفسي لو هشتريه هشتريه للمصيف، وممكن في الجو العادي استخدم السان بلوك بتاعنا العادي، لاني اوقات ما بيكونش عندي الوقت ان انا احط سان بلوك واستنى 10 دقايق عشان اعمل كل الحاجات اللي انا قلت عليها. بس في المصيف حلو جدا، استخدمته في المصيف بيحمي على فكرة احسن من اي سان بلوك، ان اي حاجة زيتية بتقاوم المية كويس جدا. عايزة سان بلوك وتنزلي المية وعارفة ان هيحمي كويس جدا، استخدميه. كمان انا في المصيف بشرتي بتنشف، الشمس نفسها بتعمل لي جفاف، فبيكون سهل عليا في الاستخدام بدل ما اوزع سان بلوك ويعلق مني. بيديني ترطيب حلو جدا مع الشمس اللي بتنشف البشرة، وكمان بيديني لمعة حلوة جدا، كمان بيحمي حلو جدا وانتي نازلة المية، لان الزيت بيعمل زي طبقة بتحفظ البشرة. كمان سهل جدا انك تجدديه على طول في المية وترشي على البشرة. وبس كده، وده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. وانا عملت الفيديو ده بناء على طلبكم، فيا رب يكون استفدتوا من الفيديو. ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. شكرا لكم ومع السلامة.